صباح الخير يا عاشر، إن شاء الله إحنا اليوم رح نبدأ بالخوارزمية اللي هي ثانيا. تمام، نعمل ريفرش سريع شو أخذنا بالحصة الماضية. أخذنا خطوات حل المشكلة، أخذنا شو تعريف المسألة. تمام، حكينا هي الهدف أو الناتج المطلوب الوصول إليه، حيث يقوم الفرد بمجموعة من الخطوات بناء على المعطيات للوصول إلى المطلوب. تمام، وحكينا أن في عندي 5 خطوات عشان أحل المسألة. أول إشي أفهم المسألة وأحللها، 2 أكتب الخوارزمية، 3 أترجم الخوارزمية إلى برنامج باستخدام إحدى لغات البرمجة، يعني أحولها للغة الحاسوب حكينا عنها، 4 تنفيذ البرنامج باستخدام الحاسوب واختبار صحته، وآخر إشي حكينا عن التوثيق وحكينا شو أهمية التوثيق، هو عبارة عن وصف كتابي للبرنامج عشان أي مستخدم أو المبرمج نفسه يرجع للبرنامج اللي وثقه عشان إذا بده يعدل يطور يغير. تمام، اليوم رح نيجي نحكي عن ثانيا وهي الخوارزمية. هلأ بالدرس اليوم إن شاء الله أهداف الدرس نعرف شو يعني خوارزمية، نعرف إيش أهمية الخوارزمية في حل المشكلات وطرق تمثيل الخوارزمية، وبنعرف كيف نمثل كل طريقة. تمام، أول إشي تذكروا حكينا الخطوة الخوارزمية عشان أكتبها بأي خطوة، بخطوات حل المسألة. تمام، هي بتيجي الخطوة رقم إيش إذا متذكرين يا عاشر؟ الخطوة رقم 2، كانت هي الخطوة رقم 2. نجي على تعريف الخوارزمية. تمام، هي مجموعة من الخطوات الواضحة والمتسلسلة والمنطقية المكتوبة بلغة الإنسان للوصول إلى حل المسألة أو المشكلة. تمام، إذا هي عبارة عن خطوات متسلسلة مرتبة، يعني 1 2 3 وهكذا. منطقية، يعني أنا أكيد لما أجي بدي أحل مشكلتي رح أكون بالمنطق، مش إني أجي بس بدي أكتب وأخلص. تمام، لازم تكون خطوات واضحة منطقية متسلسلة مترتبة عندي مكتوبة بلغة الإنسان، ما باجي بكتبها بلغة الحاسوب ولا بكتبها بأي لغة تانية، مكتوبة بلغة الإنسان عشان أنا بدي أفهم لما أجي بدي أقرأ. تمام، هي تعريف الخوارزمية. ليش سميناها خوارزمية؟ تمام، ليش سمينا الخوارزمية بهذا الاسم؟ نسبة إلى العالم رياضيات أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي. تمام، نسبة إلى عالم الرياضيات أبو جعفر الخوارزمي. تمام، نحكي عن أهمية الخوارزمية في حل المشكلات. لا، بتوفر الخوارزمية الكثير من الوقت في حل المسألة أو حل المشكلة الموجودة عندي، لأنها بتيجي ترسم طريق محدد وواضح، فبتصبح عملية الترجمة إلى برنامج أسهل بكثير. نفرض يا مس أنت عندك مشكلة، تمام، وعم بتدور لها حل. هل أنت بتيجي على بتيجيها شمال، يعني عم بتلاقي في حل بس مطول، بتروح على اليمين بتلاقي في حل بس عم بتلاقيك كمان صعوبات. تمام، فأنا بصير عندي الوقت عشان أحل المشكلة عند شماله عم بيطول. تمام، لكن أنا لما أجي أحدد خوارزمية، أنا في عندي مشكلة، مشكلتي 1 2 3، حلها 1 2 3. أنا شو عملت؟ أنا رتبت حلي بشكل محدد وواضح. لما أجي أنا بدي يعني أجي أحلها، بعرف بدي أعمل 1، بدي أعمل 2 وأعمل 3. لما أجي أنا أحل المشكلة وأرتبها بشكل واضح، لما أجي بدي أحولها لبرنامج راح تكون عندي خطوات كتير أسهل. يعني أخذ هاي الخطوة المكتوبة بلغة الإنسان بس أترجمها الترجمة بلغة الحاسوب. إذن الهدف من أو الأهمية من الخوارزمية أنها بتوفر الكثير من الوقت في حل المسألة. ليش؟ فسر، علل، وضح. لأنها بترسم لي طريق محدد بشكل محدد وواضح، طريق الحل ترسم ليها بشكل محدد وواضح، فبتصير عملية ترجمة المشكلة هاي إلى برنامج أسهل بكثير. تمام، هلا أنا مثلا أنا في عندي خوارزمتي، يعني أنا في عندي مشكلة أو مسألة معينة. تمام، كتبت خوارزمية لنفس المسألة وكتبت خوارزمية لنفس المسألة والتنتين عندي صح. طب أنا مين اللي بيحدد أنا مين عندي الأصح؟ هلا الخوارزمية الأولى صح والخوارزمية اللي كتبتها التنتين صح، ما في عليهم أي إشكال، بس أنا مين اللي بيحدد مين الخوارزمية الأفضل، مين الخوارزمية اللي أخذها بشكل أصح؟ اللي بيحدد هذا الإشي يا مس في عندي أنا عوامل، لكن اللي بيحدد هو الوقت. كل ما كان الوقت أقل في حل المسألة، كل ما كان في عندي أفضلية أني أعتمد هاي الخوارزمية اللي كتبتها. تمام، إذن هو الوقت أهم إشي اللي بيحدد الأفضلية. بس في عندي أنا صفحة 48، هي أول واجب عندي بالتعاون مع أفراد مجموعة، يعني مش هو بالكتاب مجموعتك. تمام، بس أنا بديك بشكل منفرد. تمام، بديك تحللي لماذا لا يلجأ كل الأشخاص لحل المسألة بالطريقة نفسها.